السلام عليكم اخوان، شعود الخوت، كل شيء مزيان، صحيحات، طويرات، كل شيء بخير. المهم الاخوان، جينا نشاركوا معكم ان شاء الله يعني موضوع للنقاش، ولا موضوع يعني الفائده ديال الطويرات، يعني تقديم الفحم للطيور، فوائد ديالو، كيفاش نقدموا ان شاء الله الطويرات، طريقه التقديم، والحويجات اللي مزيانين فيه ولا الحويجات اللي خايبين، الوقيتات اللي ممكن نعطيهم والوقيتات اللي ما يمكنش نعطيو الفحم للطويرات ان شاء الله. غادي نحاولوا ان شاء الله نناقشوا هاد المواضيع كيف كيبان لكم الاخوان. يعني انا وجدت الفحم ديالي للطويرات، ممكن انني نخدم يعني الفحم للطويرات اما بخلدك بالوقايه او للعلاج. يعني هاد الفحم ممكن انه يخدم الجوج حوايج ان شاء الله. ممكن انني نخدم به يعني كوقايه مره في 15 يوم، مره في الشهر، مره، يعني ممكن انني نديرو. واذا شكيت في طائر يعني عنده هاد الاعراض ولا هاد المشاكل اللي غادي نحاولوا نناقشهم، ممكن بانك يعني تقدم الفحم للطويرات ديالك وتستافد منه ان شاء الله. المهم الاخوان، كيف كيبان لكم، انا حاولت انني نوجد واحد شويه ديال الفحم للطويرات ديالي، حاولت ندقو كيف كيبان لكم الاخوان. ها هو انايا درته غير في واحد الكتانه، جمعت عليه بحال كوانيه وبديت كنضرب فيه بحال كوانيه. راه هو دابا دغيا تفرتش، ولا ممكن ديريه في ماكينه ولا هذا، ولكن غادي يعمر لك هذاك الشيء. عارفي الفحم يعني شويه مسخ. المهم الاخوان، انا حاولت انني نوجد يعني الفحم ديالي اللي غنعطيه للطويرات، وغنحاول ندير ليه التقديم قدامكم ان شاء الله، نعطيه للطويرات ونشوفوا واش غيستقبلوه ولا ما كيستقبلوش. المهم الاخوان، يعني الحويجات مزيانين، والحويجات اللي ممكن اننا نخدموا مع الطويرات ديالنا بهم، يعني الانتفاخ ان شاء الله في الجهاز الهضمي. الا كان شي طوير منتفخ ولا عنده انتفاخ في الجهاز الهضمي، يعني هو ملي كتقلبي كيبان لك الكريشه ماشي طبيعيه، منفوخه وكل شيء، ولكن غير منفوخه، ما فيهاش الميغا بكتيريا ولا الكوكسيليا ولا السالمونيلا ولا، يعني ما كاينش شي اعراض اللي كيبينهم لك الطائر في 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 الكريشه ديالو. كيبان لك غير انتفاخ، ممكن انك تقدم يعني الفاخر ولا يعني الفحم عنده فوائد كثيره ان شاء الله، في امتصاص الغازات وامتصاص كاع الحويجات اللي كيكونوا خارجين الاراده في البطن، وكيساعد ان شاء الله في علاج البطن الحمراء. يعني الكريشه اللي كتكون حمراء ديال الطائر ومنفوخه، ممكن انه هو يعالجها ان شاء الله وما تبقاش حمراء، ترجع للطبيعه ديالها، وتستافدوا منه الاخوان، يعني تستافدوا مع الطويرات ديالكم. وكيقضي على انواع معينه من البكتيريا الاخوان، كيف كتعرفوا، يعني ما كيقضيش على الانواع كامله ديال البكتيريا، كيقضي على شي حويجات منها، ماشي كلشي، يعني شي حاجه اللي قليله في البكتيريا، وكيسهل ولا كيستعمل الى عطينا الاخوان يعني واحد الحويجات اللي فيهم تسمم او كيمياء ولا شي حويجات اللي خارجين على الاراده ديال الطائر. الا كنت عطيتو شي حاجه اللي ما غاديش يتقبل الطائر، ولا شكيت في انني عطيت شي حاجه للطائر ديالي مسمومه ولا خارج التغطيه كيف كنقولوا، غادي نحاول انني نقدم الفحم. علاش الاخوان؟ لحقاش كيمتص جميع المواد الضاره، وكينقي ان شاء الله الدم، يعني فيه واحد الفوائد كثيره الفحم، فوائد يعني كينقي الدم، كيحاول بانه كيصفي لنا ولا كينقي لنا الدم ان شاء الله. وعلاج للاسهال الاخوان، يعني علاج للاسهال، كيمتص جميع السوائل الاخوان، جميع السوائل اللي كتكون في بطن ولا في معده ديال الطائر، يعني كيحاول بانه هو يرد لنا الطويرات ديالنا، يعني الجهاز الهضمي ان شاء الله كيكون خدام مزيان. يعني في واحد الفوائد بزاف ان شاء الله. الا كان عندك شي طائر ولا هذا يعني فيه الاسهال، غادي تحاول بانك تقدمي ليه، راه فيه فوائد كثيره ان شاء الله. وكيحاول بانه هو يجمع لنا الكرش ديال الطائر، ولا كيعاود يدير لنا الامساك للطائر ان شاء الله. هادو كاع الحويجات ان شاء الله اللي ممكن اننا نخدموا الفحم ليهم، يعني كعلاج او كوقايه ان شاء الله للطويرات. الحويجات ولا الملاحظه ان شاء الله الهامه اللي ما غاديش يمكن نخدموا بها الاخوان، وما يمكنش دير فيها ان شاء الله الفاخر ولا الفحم، هما في هاد الوقيتات ان شاء الله. الا كنتي عاطي للطويرات ديالك يعني بعد ادويه او بعد الفيتامينات، يعني ما كننصحوكش الاخوان، ما كننصحوش حتى شي اخ باش يقدم الفحم للطويرات. علاش؟ لحقاش كيمتص جميع الفيتامينات او الادويه، يعني جميع الفيتامينات ولا الادويه اللي درتي ولا قدمتي للطويرات ديالك، يعني ما غيستافدوش منهم الا قدمتي من وراهم الفحم. علاش؟ لحقاش كيمتص جميع السموم
ولا جميع السوائل اللي في الجسم كذلك كيمتص جميع الفيتامينات او جميع الادوية المقدمة للطائر. يعني غنحاولوا الاخوان الا كان عندنا ولا بغينا نقدموا للطويرات يعني حتى ما يكون عندنا يعني ما نكونوش مقدمين لهم ادويه وما نكونوش عاطينهم شي فيتامينات وممكن ديك الساعه ندخلوا اما في البروغرام ولا في يعني في العلاج ان شاء الله. المهم الاخوان يعني غير بغيت نشارك معكم ان شاء الله هذه الملاحظه ديال الفحم، راه كنخدم به ان شاء الله مع الطويرات وغنحاول بانني ندير لي التقديم قدامكم ان شاء الله مباشره وغادي نشوفوا الطويرات ديالنا واش غادي ياكلوا ولا لا. المهم كيف كتشوفوا انا راني موجد واحد شويه اليوم، انا غادي نحاول بانني نعطيهم شويه نقسموا عليهم ان شاء الله وغادي نرجعوا لكم ان شاء الله. انا غادي نحاول بانني نحطوا هنا هذا هنا وهذا هنا، هذا غادي نحطوه هنا ان شاء الله. المهم الاخوان حنا غادي نشوفوا الطويرات ديالنا واش غيستقبلوا واش غادي ياكلوا ولا لا، كيف كيبان لكم الاخوان راه ما بداو كيجيو ليه، يعني راه كيستقبلوا الاخوان كيبغيو ياكلوا ضروري. المهم كيف قلنا الاخوان يعني الفحم راهم قدامكم ان شاء الله غادي نبداو ياكلوا فيه. المهم الاخوان كيف كنقولوا يعني الفحم ضروري في بعض الحويجات ولا في بعض العلاجات، يعني ممكن انك تخدمي كعلاج ولا كوقايه، في فوائد كثيره ان شاء الله للطويرات. وكيف كيبان لكم ان شاء الله راه ضروري غادي نحاول انني نخلي لكم صور توضيحيه كيف متعوضين يعني الحويجات اللي كيخدم ليهم الفحم والحويجات اللي ما كيخدمش لهم الفحم وكاع الحويجات المزيانه ان شاء الله والخايبه غادي نحاول انني نخليها لكم في صور توضيحيه باش تعرفوا كيفاش تتعاملوا مع الطويرات ديالكم. والله يسر لكم الاخوان، الله يسر جميع الخوت، كان هذا هو الموضوع ديالنا ان شاء الله.